السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب هنعرف ازاي نحل واجب او نتعامل مع مهمة او تاسك على موقع اجمودو. في اي فصل احنا مشتركين فيه هتظهر المهمة بالشكل اللي احنا عاملينه دوت. ممكن المدرس يكون مسميها المهمة، ممكن يسميها تاسك، ممكن يسميها واجب، فبأي شكل هتظهر بالشكل ده كده. هيظهر عندي هنا اسم الفصل والمدرس، وهنا المسمى بتاع المهمة أو الواجب أو التاسك، وهنا مضمون المهمة، اعمل واجب، اكتب موضوع تعبير، اكتب أي حاجة، وهنا كلمة open. فهنضغط على كلمة open. بعد ما نضغط على كلمة open هتظهر عند الشاشة بالشكل دوت. في الجزء دوت الجزء الشغل اللي يخص المهمة أو الواجب أو التاسك، فهنا تاريخ تسليمه، وهنا اسم المدرس والفصل اللي احنا لجينا فيه المهمة او الواجب او التاسك، وهنا البيانات بتاعتنا. طيب هنا هنرفق ازاي؟ عندي اهم اتنين بوتن هنا، اللي هو كلمة اتاشمنت وكلمة كرييت. طيب نتعامل معهم ازاي؟ هنشوف الشريحة اللي بعد كده. هنلاقي هنا لو ضفنا على كلمة اتاش فايل فروم كمبيوتر، يبقى انا هجيب ملف من الكمبيوتر يكون حل للواجب ده او المهمه دي. لينك فروم ويب زي ما احنا طالبين النهارده، لينك فروم ويب هنعمل امتحان ونجيب اللينك بتاعه، او فايل فروم لايبراري المكتبه بتاعتي انا اللي على الايه اللي على ادمودو. كم طيب لو شفنا كرييت هيفتح لي الاوفيس اللي على الادمودو ويقول لي افتح ملف وورد واشتغل عليه، او باوربوينت واشتغل عليه، او اكسل واشتغل عليه، واعمل ارفاق. نشوف كده لو احنا دوسنا على كلمه اتاش لينك هيقول لي هنا اتاش لينك، هنا هحط اللينك اللي انا جايبه وهكتب اسم اللينك كذا، وهدوس هنا على كلمه اتاش ديت عشان يعمل لي ارفاق لللينك دوت فين؟ في الواجب بتاعي. او ظهر هنا ادي اللينك بتاعي وادي اسم هنقول المهمة الاولى، وهدوس على كلمة اتاش، وبكده الواجب هيكون راح لمين؟ هيكون راح للمدرس. شكرا لحضراتكم.